أعلن رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا ألكسندر لافرونتييف أن بلاده ستواصل جهودها على طريق حل الأزمة السورية. نحاول اتخاذ الإجراءات والقرارات المتعلقة بحماية المدنيين، ولقاؤنا كان مكرسا لتثبيت الثقة، ونحن نواصل العمل في المجال الإنساني ونزع الألغام والآثار التاريخية في سوريا وحل القضية بشأن تبادل المعتقلين والجثث والجرحى. ونعتقد أن هذه المسألة بالغة الأهمية بالنسبة لنا وتشغل بالنا أيضا وتشغل بال المعارضة، ونحن نعمل